أنا عانيت كتير في خلال هدول 83 يوم، سواء من ناحية الحبل والموضوع القيصرية، وسواء من ناحية النقل من مكان لمكان. رحت على أماكن دخلوا فيها الجيش، طلعت أنا منها. تعبت كتير، راحت داري، قصفت داري بدون ولا سبب، هيك بس قصفوا لي إياها. الحمد لله، يعني هو في الشهانة مستشفيات في غزة، فتفاجأنا إنه العودة بعد ما حصروها إنها بتشتغل. جيت توجهت لهم هان، والحمد لله يعني كادر طبي وقف معي وساعدني، وما كانش معي ولا مرافق، أنا أهلي مش معي. وصلت في معاناة 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 كتير هان، يعني تعبت وأنا معي وجع وممنوع الطلق، وكنت حاسة إني حموت على الطريق من كتر ما هو الطريق خطر. هلقيت حاليا أنا هين ولدت، وولدت امبارح الحمد لله، وهي اليوم الصبح بدنا نروح، مش لاقي مواصلة تروحني أنا على هذا المكان، فمش عارفة إيش أعمل في حال إن أنا بدي أمشي في ولادي في عملية، مش قادرة أمشي. رغم النقص الشديد قمنا بما نستطيع لدى المرضى، وكان لدينا نقص شديد في الكادر والادوات الطبيه وكذلك في المواد الغذائيه بالنسبه للطاقم وللاطفال والنساء والمرضى بشكل عام. النقص الشديد في الادويه وفي ادوات العظام جعلنا نلجا في بعض الاحيان الى بتر الطرف السفلي او العلوي للمريض، وذلك حتى نجنبه فقد حياته. انا على حمل البركات زي ما بيقولوا.